تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن روسيا كانت على علم مسبق بالهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على مدينة خان شيخون في إدلب الأسبوع الماضي. وأوضح المسؤول أن طائرة روسية من دون طيار حلقت فوق مستشفى خان شيخون أثناء نقل ضحايا الهجوم، فيما قصفت مقاتلة روسية المستشفى في محاولة للتغطية على استخدام الأسلحة الكيميائية. فجرت فصائل المعارضة السورية المسلحة مبنى كانت تتحصن به قوات الأسد في منطقة عربين في ريف دمشق. وقالت مصادر عسكرية معارضة إن ما لا يقل عن 30 فردا من قوات الأسد والميليشيات المتعاونة معها قتلوا من جراء التفجير. من ناحية أخرى، تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الأسد على محاور عدة في دمشق، خاصة في حيي جوبر والقابون شرقي العاصمة. أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى استعادة القوات الأمنية العراقية حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. مصادر عسكرية عراقية أكدت أن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم الحيين وأوقع خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف داعش. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه محاولات القوات العراقية في اقتحام مسجد النوري الذي ألقى منه زعيم داعش خطبته قبل أعوام. شيع المصريون ضحايا تفجيري الكنيستين في طنطا والإسكندرية وسط تنديد شعبي بالهجمات الإرهابية، وتم دفن ضحايا تفجير الكنيسة المرقصية في دير مارمينا، حيث دفن فيه سابقا ضحايا كنيسة القديسين التي شهدت تفجيرا مماثلا نهاية عام 2010. وقد شيع ضحايا تفجير طنطا وتم دفن جثامينهم في مقبرة أعدت خصيصا داخل كنيسة مار جورجس. قال الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إن الانقلاب الذي شهده اليمن هو من قبل عصابات باعت نفسها للمشروع الإيراني الذي يريد التحكم في البلد واستهداف المنطقة بأكملها. وخلال لقاء بمستشاريه وأعضاء مجلسي النواب والشورى، حث الرئيس اليمني على وحدة الصف والالتحام بالجيش الوطني في الجبهات لدحر المشروع الانقلابي. أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في إطلاق نار داخل صف في مدرسة ابتدائية في سان برناردينو شرقي لوس أنجلوس. وتشهد المدن الأمريكية بين الحين والآخر أحداث عنف متنقلة تستهدف في الغالب المدارس ومؤسسات عامة أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.